الشيء للمنتخب اللي بنقول له يعطيك ألف عافية. مهيب أنت مسكت الكرة لما طلعت. كرة طلعت مسكتها. رجعتها يعني. وأنا كنت عايز أخذها أنا زين والله. أنا كنت عايز أخذ الكرة. مهيب ليه سبتها؟ فالراجل قال لي هات الكرة فأنا بدي أروح تمديها بقى قلت بقى أديها في وشه. بروح رياضية يعني. حرمني من كرة كأس العالم كانت هتبقى معايا بس إن شاء الله خيرها في غيرها أنا أجيب كرة ولازم أديها لك رزين. قول بس مهيب طبعاً جو كتير حلو كنا بالملعب يا كاترينبرغ الحمد لله 1-0 برافو للشباب المصريين. فيليسيتاسيون للإكيب للأوروغواي وإن شاء الله يا رب نشوف دايما أداء أحلى من فرقنا العربية دايما بنتذكر السعودية وتونس والمغرب بنتمنى لهم كل التوفيق من موسكو ومن يكاترينبرغ سان بيترسبورغ وفولغوغراد ومن روسيا مع التحية. يعني عايز أقول لكم أعزائي المشاهدين إذا كانت رزان قالت لكم النجم المباراة ومحمد الشناوي أنا بأكد لكم إن نجم المباراة النهاردة هو الجمهور المصري اللي كان متواجد في يكاترينبرغ أرينا اللي إدانا ثقة كبيرة جدا في منتخبنا الوطني وأعتقد إن اللعيبة انعكس عليها الأداء ده في الملعب بعد ما شاف التشجيع جمهورنا. عندنا اخبار تانية رزان رجاله واكيد فقره تحليل الكوره طبعا هنسيبكم ونروح لبعض التقارير ونرجع للفقره التانية كلام في الكوره مع نجومنا وعندنا مفاجات كثيره النهارده انتظرونا ونجم من العيار الثقيل كان متواجد مع لاعبي منتخب مصر هنشوفه في التحليل في كلام في الكوره